هدف أساسي من وراء زيارة رئيس وزراء إسرائيل أهود باراك إلى واشنطن هو استعادة الثقة والعلاقة المتينة والتنسيق المحكم مع الإدارة الأمريكية. We have been able to re-establish a really important working relationship that is based on trust and confidence and the ability to work together. I think that what is important is that the Prime Minister is prepared to work broadly on all the tracks involved. And the United States will be taking an active role. Looking forward to see the Secretary coming to the Middle East during the month of August to help shaping the overall strategy and the details of how to move forward in our determined road toward peace. وإلى جانب الأهداف السياسية والدبلوماسية يحمل باراك معه إلى الإدارة الأمريكية مطالب عسكرية واقتصادية مثل التعهد بدفع تكاليف قد تصل إلى عدة مليارات من الدولارات لأي انسحاب عسكري إسرائيلي من مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى تعهد بتواجد لقوات أمريكية على الجولان بين القوات السورية والإسرائيلية في حالة حدوث مثل هذا الانسحاب. إسرائيل بالأساس يعني تريد أن تضمن من الولايات المتحدة أن تحافظ على الهيمنة الإسرائيلية العسكرية في المنطقة ضد أي مجموعة ممكنة من التحديات العربية أو غير العربية. هناك بعض المشاكل حول الصفقات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تتعلق بطائرات عسكرية تريدها إسرائيل، ولكن باراك يريد أيضا من الإدارة الأمريكية ضمان استمرار بعض المشاريع والأبحاث العسكرية المشتركة، وخاصة تلك التي تتعلق بالصواريخ، فهو يعتبرها دعما هاما للاقتصاد الإسرائيلي. هناك كلام كثير هنا في واشنطن حول إلغاء مثل هذا التعاون، لأنه وصل إلى طريق مسدود، وأن الولايات المتحدة في الواقع لا تستفيد منه، وإنما بالعكس الاقتصاد الإسرائيلي يستفيد منه، وبعدها تقوم الصناعة الإسرائيلية العسكرية بمنافسة الشركات الأمريكية عالميا في هذه المنتجات. باراك سيطلب أيضا من الإدارة الأمريكية إعطاءه الضوء الأخضر لاستعادة العلاقات مع إيران باستقلالية كاملة عن الموقف الأمريكي، ولكن بالرغم من الدفء الملحوظ في العلاقات ستظل قضايا مباحثات الوضع النهائي ومن بينها القدس مصدر قلق لدى الكثيرين. That is explicitly an issue stated for final status negotiations by the parties. That's part of the final status talks. The United States, as a sponsor of the peace process, has asked the parties to do nothing to prejudge final status issues. We certainly should be doing nothing to prejudge the final status issues. يدرس حاليا الكونغرس الأمريكي المعروف بانحيازه إلى اليمين الإسرائيلي مشروعي قرار يهدفان إلى إرغام الرئيس الأمريكي على تحديد تاريخ لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي يعتبره بعض مسؤولي الإدارة مزايدة من الكونغرس الأمريكي حتى على رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر. من الكونغرس طلال حاج، الجزيرة، واشنطن.